مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص ضربة مع جدية، البرنامج اللي عودكم دائما أنه يستضيف مختلف النجوم في شتى المجالات لإظهار إبداعهم داخل المطبخ. قبل أن أتعرف على ضيوفي في هذه الحلقة، دعوني كالعادة أرحب بأعضاء لجنة التحكيم وهم الأستاذة إخلاص، أهلا ومرحبا بك دكتور فيصل، أهلا أستاذ كمال أفرو، مرحبا بك. تحياتي، وأيضا الفرقة الجميلة، الفرقة الموسيقية الجميلة طبعا، والشيف وردة. كالعادة مشاهدينا، في البداية أحب دائما أن أوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الشركات الراعية لهذا البرنامج، وهو برعاية كريمة جدا من شركة مروج، شركة هايبر ديل للأوراق المالية، شركة زيوت مرحب، شركة جياد، شركة توباز، شركة مياه سوبا، وأيضا شركة سارتاش، وكذلك دار الشرطة السودانية التي استضافت هذا البرنامج، وأيضا شركة ديجيتك التي أمدتنا بالأدوات المنزلية أو المطبخية. مشاهدينا، أعطيني مسرحا أعطيك أمة، هذه المقولة التي ترتقي بالشعوب فكرا وثقافة ووجدانا، سوف نجسدها اليوم هنا داخل مطبخ نص ضربة مع جدية. قبل أن أفصح عن ضيوفي، دعونا نتعرف عليهم من خلال هذه البطاقة التعريفية. السلام عليكم، أنا عبد السلام جلوز من مصر. أي الليلة يا أخوانا في نص ضربة مع جدية، حضر لكم صالحين للضرب. لما نعرف حاجة ضربته في المسارح ما اعترف بها، لكن الليلة بضرب لك في المذابح لما نعرف حاجة. الاسم محمد صالحين، المهنة ممثل، وتحت تحت بيشتغل إخراج برضو يعني، لكن اليوم يعني وجلود هو يعتبر يعني صديق عمر طويل جدا جدا في الحي وفي المهنة بتاعت التمثيل. كنا بنتنافس في التمثيل، اليوم نحن حنتنافس في شنو؟ في التباخة دي، وأنا في التباخة دي أبوي ما برحمه، الله يرحمه. إذن مشاهدينا، عنوان هذه الحلقة الابتسامة والضحكة من القلب. دعوني أرحب بضيفي الأستاذ الممثل الكبير محمد صالحين، أهلا ومرحبا بك. خليكم معنا دعم السلام. كل سنة وإنت طيب، رمضان تمام. كريم، الله أصبح أكرم، دكتور على خالص خير خالص يا رب. وأيضا دعوني أرحب بضيف الآخر، الممثل الكبير الرائع عبد السلام جلود، أهلا ومرحبا بك. الله يخليك، الله ورحمة، يسلم على اللجنة. نظام رشوة وكذا كيف؟ من البداية داخل رشاوي داخل، ازيك؟ كل سنة وانت طيب. ألف يا مان، كل مرة بقول لك أنت أكبر مني سنا، بتقول لي لا. الليلة دخلوا جباري قالوا الأكبر سنا نخش. لا هو بدخلوا الصغير في الأول. لا والله. كيف؟ الله يخليك. أنا سعيدة إنه أكون بينكم، يعني ملأتونا حبور وسعادة وابتسامة، وقدمتوا الكثير جدا. يعني الابتسامة مهمة جدا لأنها تغسل العناء الذاتي والداخلي اللي بنتعرض عليه أو ليه من ضغط الحياة خلال مسيرتنا في هذه الحياة. الليلة ما مسرح، ما يوم بتاع مسرح ما لقى يا دي ولا شيء، ولا شيء أبدا. طيب قبل ما نبدأ، قبل ما نبدأ يعني أنا عايز أسأل سؤال درجة العادة إنه أفتح به الحلقة. علاقتكم بالمطبخ شكلها شنو؟ والله أنا دائماً قاعد أقول للمدام لو خشيت المطبخ لو في إسعاف قريب أضرب اليوم. علاقتي بالمطبخ ضعيفة والله. اعتراف من بداية الحلقة. ضعيفة والله، ضعيفة. علاقته بالمطبخ ضعيفة. أنا عكس، أنا علاقتي كويسة جدا، يعني لما كنت على قيد الحياة أيام المزوج كنت يعني طباخ ماهر. والآن عندك شهادة، شهادة فقدان ولا شهادة إيه؟ والله يا أخي بس خليت القصة فقدان للحياة، فاقد للحياة. على خفيف. يعني نقدر نقول بتاع كوارع والكلام ده؟ هسه أنا ظابط لي كوارع في البيت، شايفة الجرحة دي؟ لفطور رمضان يعني السكينة. بتنظف الكوارع أنت؟ بتجيبها منظفة ولا لا كيف؟ أنا بجيبها مقطعة بس جاهزة، لكن نظافتها وطباختها دي كلها على المعلم. بيجيبها مقطعة جاهزة ويطبخها هو. عادة الرجال بيعملوا كده ولا يعني بيبدوها من البداية؟ الرجال بيعملوا كده. لا لا لا، الكوارع المقطعة صعب، ما في راجل، لا راجل لما تقطعها تتقطع في الجزائر. هنا في الجزائر تقطعها شنو؟ مع راجل عند الجزائر؟ لا متخصصين في تقطع الكوارع أصلا، طلع العظم كده وبتاع كده، يعني كل حاجه. اسمعوا كلامنا واسمعوا،
الكوارع عندنا ناس متخصصين في قطيعها. ايوه يعني لما تشتريها يقول لك الدالي زول بيقطعها لك بطريقه فنانه اديك لها قطعه بس. ايوه لك حق مبروك لانه الوطايه بتطلع برا والماسوره بتطلع برا. حاجات في الكوارع يعني موجوده الوطايه والماسوره. الوطايه دي نعملها بالخبادي الله يعزك كرهت الناس الكوارع. لا والله كويس شو الوطايه دي. انا اذا اول حاجه الزول لما يمشي يطلب كوارع من المطعم بيقول له اديني وطايه. بيقول له اديني الوطايه لانه الوطايه فيها لحم. فيها لحم فيها لحم. بس هي بتتاكل لكن الوطايه دي كان لحم كثير بس يمينك تطلع وطايه شماليه اخلاص. ده جلود ده الغريبه قال لك علاقتي ضعيفه لكن قدر ما نكون في شغل مع بعض يعني بتفتش جلود بتلقيه جوا المطبخ بياكل ولا بيشتغل بيديني احساس. انا متخيله طبعا يعني زماني ده كله انه جلود ده بكون قاعد يعمل حياه جوا المطبخ. لا انت ما بتذكر لما اشتغلنا مع مختار كان شخصيه كان اسمها شنو؟ ساحوته ملك الطقه ملك الشومه. انا في المطبخ باكل ما بيشتغل. ليه العلاقه ضعيفه بينك وبين المطبخ؟ يعني الفكره شنو انه انت تبعد من المساحه الجميله المحببه في البيت دي؟ والله ما انا ما عارف. احتمال الوالده لانه هي ما يعني ما كان بتدخل المطبخ كثير. انت جاي خاشب فطردنا يعني انت صغير ممكن تجي خاشب المطبخ تشوف امك بتعمل شنو لكن امي ما كانت بتدخل المطبخ. انا ما اعرف تصير في شنو. احتمال تكون دي الوالده الله يديها العافيه غيث. ان شاء الله ربنا يديها العافيه. هو طبعا يبدو انه دلال. انا عندي حله شهيره اسمها حله خالي زيت نهائي ما باخذ زيت في الحله. اللي هي دي سليقه ولا كيف؟ لا حله حله لحمه. حاضر انا والله دي لو عارف والله حاضره ما بقبلها نقطه زيت. ما يمكن تكون اللحمه سمينه. بيعتمد على الدهنه في اللحمه. يمكن تكون اللحمه سمينه يعني وبتجيب. طب دي ما فيها كميه من الكوليسترول بتكون؟ لا لا ما الكوليسترول كيف يعني من يقول لك في الكوليسترول مضر. الغريبه صالحين انت عندك قاوي. عنده قاوي. الغريبه انت عندك قاوي. عندي قاوي سبحان الله. هاي لكن متصالح معهم. وفي رمضان بتعمل الحاجات دي؟ والله رمضان ده انا بكون مدروخ بيني وبينك يعني بس يعني زول صحيه على الفطور. زول صحيه على الفطور ما خالص كمان يعني بس حليك ممكن اذان الظهر كده معقوله. بتكسر الثلج ولا بتعمل سلطه؟ انا عمري ما كسرت ثلج. ما كسرت الثلج عمري ما كسرت ثلج اصلا ولا حتى للعصير. لا لا العصير ممكن اكسره والله للامانه والتاريخ. محمد ده ما بكسر ثلج لكن بيزلق لوح كامل زلق. والله بيزلق لوح بس حنشوف يعني. لكن بعمل سلطه الروف في رمضان كده مساعدات خفيفه لكن باقي الحاجات اصلا اوريدي بتكون معموله يعني البليله وما ادراك وكده هنا اصله بليله كثيره رايح. انا حارجع ثاني الموضوع بتاع زلق اللوح الكامل ده لكن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه ويبدو انه ضيوفنا الجميلين الان اصبحوا داخل المطبخ ويا ورده اليوم حيتنافسوا على وجبه كما معهود. لكن وجبتك هي شنو؟ وجبه اليوم كبده وجاتني تهديدات شديده للهجه ما تدخل نهائي عشان انا عندي قاوي. عشان انا عندي قاوي اختارت الكبده هي. طب ما هو انت بتاكل كوارع. الكوارع بيصلح الكاوي. زيت المفاصل. اوكي ده محتاج كلام علمي. مكونات شنو اللي عندك؟ عندنا الكبده وفي خيار ده بالنسبه لهم الخضار. في زيوت زيت عباد الشمس من زيوت مرحب. قال اخلي له صلصه عندنا صلصه الفراشة شال السكينه. ده تهديد واضح والتهديد قدام الكاميرا على فكره. لا انا دار ابدا مستعجل يعني. طيب في صلصه الفراشه المروج وطبعا سالوني قال لي البوتجازات دي بتتولع كيف. طبعا بوتجاز ديجيتك مي اشعال ذاتي نشتغل بالقانون. لا لا اشعال ذاتي لا قشه لا ولاعه قشه ما تعتر لي يعني. ايوه. طيب يا جماعه التمثيل فن والطبخ نفسه فن يعني انا بفتكر انه في قاسم مشترك الاثنين الفنون الاثنين. وين بتلقوا نفسكم؟ لما تاكلوا ولا لما تقدموا؟ ما يسعد الناس. الفن هو في الاول طبعا احنا تباخذ بالنسبه لنا مع مجرد هوايه ساكت يعني ما احنا ما محترفين. لكن ممكن اكون اقول لك انا زول محترف فن يعني محترف تمثيل. أي طبعا كمعترف تمثيل لكن يعني الفن هو ذاته في تذوق الاكل. لما الواحد يكون عايز ياكل وجبه بيستمتع بها. أيوة ولما نشاهد كمان حاجه جميله بنستمتع بها. في قاسم مشترك. القاسم المشترك ده ممكن ياخذك لوين؟ انا ده ارجع للكلام بتاع الاول بتاع
الفن ولا الاكل؟ انا بالنسبه لي الطعام. لانه لما يتغذى كويس بقدر ابدع في الخشبه، لانه في مغولة بتقول لك عشان المعاناه تولد الابداع، ما في معاناه بتولد الابداع. انت لازم تتغذى كويس عشان تبني افكارك، عشان تبني عضلاتك، عشان تقدر تبدع، لكن انت جعان ما بتقدر تمشي. فانا بالنسبه لي الطعام ثم بعد ذاك الحياه الثانيه دي، كل الممارسات، الحياه، الشغل، المسرح، الدراما، الكده يعني. فالطعام قبل الدراما يا حمد. المعاناه لا تولد الابداع. صح. زول تعبان ما عنده ابداع اطلاقا، ولو يفكر يفكر في الابداع. طيب من وين جات المقوله دي اصلا؟ قال منو؟ قلت انت؟ يعني ما اعرف منو قال المعاناه بتولد الابداع يعني. هي نوع من المعاناه، المعاناه دي ممكن تكون يعني ما بضر انه يكون جعان معناه معاني. او عنده مشاكل مع زي ممكن يكون معاني، يعني عدد كبير من المعاناه يعني. فطالما انت تعاني معناها محجوب عنك ايش؟ معناها يعني طاقتك الابداعيه هتقل، معناها ما عندك طاقه حقت عمل، ما عندك اي حاجه حقت انك تبدا تعمل حاجه تسعد بها الناس الاخرين. اكيد كذا. الحوار حيكون طويل في المحور ده تحديدا، وانا عايزه اسمع منكم اول لحن في هذه الحلقه. نغني يعني؟ طبعا هتغني. طيب خلينا انا قبل ما اغني اتكلم وحي دكتور فيصل، وزمان طبعا دكتور، لكن الان اخونا وصديقنا وحبيبنا، عملنا مع بعض مسرحيه وطل البيع، فحنعمل منها مقطع اغنيه. يا كعبولي ترس الجروب مش يلا اعمل الفطير الوسيم، لكن بيغع غع هادي كده. طبخه معي اليوم
احنا ما انت ما كده كشفت اللعبه ما كشفت قلنا القفله صبغه معاها جديه دي كانت القفله لكن بقدر اعمل القفله بعدين القفله الثانيه القفله الثانيه لكن انت خلاص نور الدين ما كان معاكم في وطن للبيع لا لا ما سمعت بها اصلا انا ها لا انا ما قلت شنو يا اخلاص انت عازمني احضرها لا مش كده انت معانا زميل لكن احيي استاذنا يعرف الصوت الطلع ده انا ما مغني لكن واحد من الناس ساهموا انه ممكن اغني دكتور فيصل لانه كان بيدينا صوتيات ايوه بس فحبيت احييه لانه اقوى صديق كلنا والله حابين المايك وجهي الله يديك العافيه اديهم يتوا نسمع صالحين لحد ما يجيب عين احنا حنطبخ لكم ثاني يا اخواننا طيب احنا استمعنا لاغنيه جميله جدا من الثنائي الرائع صالحين وكمان جلود بس يا جلود الاغنيه يعني جميله مدهشه مشهيه مناسبه شنو المناسبه قلت لك انا قبل ما حييت دكتور فيصل كان عندنا مسرحيه اسمها وطن للبيع فالمخرج عامل لي ممثل الدخله بتاعته بمزيكا فانا قلت له انا ما بخش بمزيكا خليني يا اخي دخلاتي دي اخش بغنى فكل مره بخش بغنية فكنت بخش ب عاطف علي يا ريم يا مشرب استمتعوا كده فيوم كده قلت يا اخي انا ليه اخش بعاطف علي يا ريم ولا الفطل وسيم انا ما اخش بالشخصيه ذاتها اللي هو الشخصيات دي اشتغلنا في رمضان السحوت ده بيحب الاكل فيوم فاجاتهم جيت خاشي طبعا الدخله الثانيه بخش قلت لك بفانيلا لحد هنا بعد الشعر كتير الدخله الاولى بالبيدي الدخلة الثانية شعر كتير بعد زيل ما لابس حاجة بس لابس فانيلا تحت ما لابس حاجة الحاجة دي خلاص ميتة فيها من الضحك بس قمت لأنه أنا طبعا هو كان بيفاجئنا يعني عبد السلام مرات بيعمل حاجات ما بيفاجئ الجمهور بس بيفاجئنا إحنا ذاتنا أنا كان مع دخلته دي بس مع الجمهور ده بيضحك بعدين المسرحية الكواليس كلها مقفلة يعني ما بتقدري تشوفي بتعب تعب مرة اضطريت امشي اشوف الناس بتضحك في شنو مشيت لحد في هناك هم خاتين بيشوفوا الشغل بناتنا صلاح وديل شفت معهم لقيت عبد السلام داخل بشكل عجيب شعر كده وحاجة كده رومانية شعر كثير خنفس بتاع زمان ده كوارع كده فظيعة كوارع لكنها من أمها فشفتي كيف فقلت يا أخي انا اخش بالشخصية اللي السحوت اللي بيحب لك فقمت شفت الكلام بتاع الفطن الوسيم عملته لو سألوك عليا نفسي في كبد نية عيشة معاها شيء شطة وكمونية يا سلام القصة مشت يا سلام والكبد النية أنت الآن وصلت فيها وين يا صالح أنا والله شغال لكم شغل نظيف لكن أنت المرة دي قاعد تدخل لي كتير ما كفاها لكن البصلة أنا البصلة ما هي حقتي أنا ولا حقتي ما كثيرة مسؤوليتي أنا لكن بعدين تقول لي كثيرة خلاص خف شوية لا كفاية كذي هاي يا صالحين ده اللي بيقولوا على البزارة ها مكي شكلت عليه ما عندكم يدفنوا ليه؟ لا لا يدفنوا ده هناك عندنا في الحاجة عندنا عصارة توم ايوه بيضة بش صحيح بالقشارة يا سلام بس انا شايفة هنا حركة ما شاء الله جميلة ولا حتى سأل من فندق لا انا عملت تومة بالسكين كبيت اولى قاعدة شنو؟ تعمل نكهة الأخيرة بجي بعملها بالبتاع وردة هذي عليها الناس وقاعدين الزيت عليك الله يا جدية عن الكبدة بيفتحوها كيف شغل جزارين ما بتقط الساعي شايفة تفتحيها كده شايفة تفتحوها كده الكبدة أي بس انت ما وصلت لحد النهاية لا لا هذه كده تفتحها كده كده يعني انا ما عارفه صالحين أيوة يعني ظهرت ظهرت انت يعني بتركز على الغنى اكثر ظهرت كمغني درامي والله هو اي غنى درامي لكن ما ركزت على الغنى صحيح الجونين ديل بيقولوا لي الجون مش والعداد الجونينين والعداد اي تونس معي لكن ما تحرق لي بصلتي بسطوه بالسكين بيبي انا عندي اي حاجه ممكن اه طيب خلاص فاي مركز على الغنى الدرامي انا ليه يعني التركيز على الغنى الدرامي والله يا اخي يعني ما هي الاساس هو الموهبه بتاعت الصوت صح يلا في مغنيين يعني بيغنوا غنى العاطفه والغنى ده الكتار لكن ما في مغني درامي كثير صحيح اي ف
فده يا جدي بعدين انا اصلا بطبعي زول درامي عشان بنسى بس يا صالحين عليك الله خشي عندهم حاجه جميله جلود وصالحين بيعملوها الحاج صالحين ومنو يا سلام يا حاج عبد السلام يا سلام عرف الشغل احمد كده يا سلام يا شيخ صالحين لا رأيت صالحين انا عبد قول يا عبد السلام انت يا سلام يا شيخ عبد السلام يا سلام يا سلام يا حاج صالحين يا سلام حليل حليل وشعر مغطي الاضنين يا سلام حين معانا يا كعبود يا سلام يا سلام يا سلام يا حاج صالحين يا سلام يا سلام يا شيخ عبد السلام يا سلام حلير وقت الزمن زين والشعر بغنقت الكلام ده بقوله لنفسك انت عندك صلع يا صاحبي انا لسه يعني الكلام ده بيذكرنا بالكليبات المشتركه اللي بينكم اللي ظهرت بينكم وانا حارجع للكليبات اللي كانت مشتركه بينكم ونسمع منها جزء ومن اغانيها المويه 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 حبيبتي المويه جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه يا المويه جات تعبانه جاريه من الحبش المويه جات تعبانه جاريه رشت قلوبنا وروحت كل العطش المويه 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 جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه جات المويه يعني لمحه منا كده يا سلام يا سلام الله يديك المويه جات جاريه من الحبش وما عارفه انت انت وصلت وين حبش ما جميلين انا ماشي كويس بس وصلت محل القرفه خشم القرفه خشم القرفة على الكبدة أي ماشي كويس مشاهدينا احنا عودناكم دائما انه نركز الضوء على الاشياء التراثية عندنا بالسودان وصورة اليوم هي الوقاية او مقعد الجبنة مقعد الجبنة يعني مكمل لصورة الجبنة وفي بعض الأحيان بتعمل من الجبنة منها وفيها بتبني معاها لكن للمقعد ده بالتحديد أو اسمها الوقاية يعني صحيح مستحدث أيوة. ولا حاجة قديمة مستحدث. أصلاً أو حتى أنا يخيل لي إنه اسم الوقاية دي هي مالية دي مقصود بها دي تحديداً هي الأساسية هي اللي بتتخطى على الرأس بتتعمل من قماش بتتخطى على الرأس وبتخطى من فوق كانوا بيشيلوا بها المويه هي للآن القفة حتى المويه صينية أكل بتشيلوا فيها النسوان وبتكون ثابتة ويعني بتثبتها ممكن تمشي بها مسافات طويلة من غير ما تستخدم يدينا وللآن في مناطق بتستخدمها دي تخيل لي ايوه يعني ممكن تتحمل الحاجه السخنه طيب يعني زمان اصلا كانت منها وفيها للجبنه لا بعض الجبنات منها وفيها. بعضهم ما لكن دي قالت لك غادي خلاص الكلام الصحراء دي بتعمل من القماش ايوه بتصنع من القماش وما فيها جماليات زي دي تخيل زي منظر بتحلي قعده الجبنه حتى بتفننوا في قعدتها مرات في الجبنه بتتخطى كده مرات بتتخطى بالجنبه يعني لانها سخنه لكن بتاعت الفخار دي بتيجي في الجمل دي ما الجمل الاصليه الحقيقه ذاتها مستحدثه الجمل ذاتها لكن الجمل معموله الأصلية. ايوه ديك معموله من النخل شجر النخل هذيك الاساسيه أيوة لكن موجوده يعني اصلا في الوقايه بتاعت الجبنه والان اصبحت منتشره اكثر لانه الجبنه جزء من تراثنا يعني نحن شوف الاسم جاي من شنو؟ الوقايه 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 تقي دقيق هي تهيئ لي جايه من الوقايه اكثر من اي حاجه ثانيه لانها بتقي الراس وبتقي حتى الجبنه بتساعد على انها دقيق من الحمل الثقيل او من الحراره او من اي شيء عشان كذا اشتغلت فوق مع الحاجات الثقيله واشتغلت مع الجبنه كمنظر
وتثبت الجبنة عشان تقيها لا سبورت عشان تضيف لانه جبنة دائرية من تحت عشان ما تقع. قلت لك برافو عليك. بعدين لحظة يعني خدت الجبنة كده مع الوقاية دي كده ومزرك كده كده والتنتنة قامي الحرارة التنتنة اللي هي التنتنة هذه بقى زعلين انا يحيي الجبنة دي زعليني فيها التنتنة دي هي النساء كيف شديد بيجيبوا الهون او الفندق عنده اسامي كثيرة بيعملوا له سكسك واحدين بيعملوا الأغطية بتاعت يعني المهم حاجة بتعمل صوت بتتعامل كده ومع الدقة يعني كان فيها أنا كانت تنتلي معاه كده وبالفناجين كده في الفندق فيها أغنية يعني. أيوة فيها أغنية فيها أغنية قولي الأغنية الليلة أنا جاياكي معزومة جبنة معاكي الليلة أنا ما فيش كده يعني هي اغنيه من زمان اصلا ايوه اغاني كثيره بيغنوا كده التندريقه على وكل الفندق طبعا غير دي بتساعد برضو في دق البن يعني ما بس منا بس يعني طرب يعني بتعمل كده بترجع البن الدراش بيرجع ثاني تحت بتدق بها يعني ما المزاج بيبدا من التنتنه ايوه اي نعم الجبنه التنتنيه اقول لك تلقاني تقوم الليل بقطر تماني تقوم الليل يا سلام جلو الطباخ لازم من الدنيا كان بخير يا جدية طيب والله نقناقة تنقنقي نقناقة تنقنقي نقناقة تنقنقي وما في حل غير تطلقي باريب بام بام بارام بس كده خلاص منى الصادق بنحياه من هنا منى يا سلام حيا منى الصادق وحي كل الزملاء طبعا ايقاع الدليب ايقاع رائع جدا وكل الايقاعات السودانيه جميله صحيح يعني تجد امسك ايقاع الغرابه جميل ايقاع النوبين جميل لكن ما يميز الشواقي انه تحس انه في حنيه في ايقاع وفي شعر يعني حنان النيره اللي دي العافيه بتقول أرا بقى في شنو شنو جا العيد يا صالحين أخلف لي وعود وعذرته قلنا نصيب أقسام ذار كل الفريق في جيته حاف كل البلد حام لكن طول جاسته أبانا لم نكمل قام حرام والله تحية للشوايق والبنادق والسيرية والهبانية والحسنانية التحية التحية لكل قبائل السودان وموبايلي سرقوا سرقوا موبايلي اي لكن دي 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 راب راب من الله على قلبي يقول ايوه معي غريبه كل ما امشي في زحمه ليه سرقوا موبايلي انا كل ما امشي في زحمه ليه سرقوا موبايلي سرقوا لي سرقوا لي سرقوا موبايلي غايتو زول سوى الحاجة دي ما صريت ثم تاني يعني زاد سواها كيف غايتو زول سوى الحاجة دي ما صريت ثم تاني يعني زاد سواها كيف موبايلي 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 عطلوني وقفوا حالي سرقوا موبايلي حرموني أنا من وصالي ولو عيري كمان حركت ما جميلة كيف كان فضل شريف وأصل ما عمل حريف لو كمان حركت ما جميلة كيف كان سبيل شريف وأصل ما عمل حريف موبايلي موبايلي يا سلام يا سلام المدهشة الأداء والمدهشة الأصوات وبما إنك يا دكتور فيصل يعني أستاذ علم الأصوات أو الصوت البلفت نظرك في الطالب عندك شنو أكثر حاجة
طبعا يعني الطاقة الصوتية يعني كل زول بتحتاج لتنمية وتدريب كده، لكن الحنجرة دي والقدرة على الغناء دي طبعا موهبة من عند الله سبحانه وتعالى. صح. لها حناجر لكن ما كلها تستطيع انها تغني. فالشباب الاثنين دي ربنا اداهم القدرة على الغناء بالإضافة للتمثيل يعني، وهم الاثنين من يعني من الخريجين المميزين، انا فخور بهم جدا. الله يخليك فنان شاعر. الله يبارك فيك يا دكتور. احيانا بيقولوا في صوت بيطلع من البطن، هذا من كريم الله. ده بيؤدي لاي عمق في الغناء؟ الصوت اساسا ما هو اصلا الهواء بيجي من الرئتين. صحيح. بعدين الحجاب الحاجز، كل ما تضغط على الحجاب الحاجز الصوت بيطلع سليم، المخارج سليمه كده، وكل ما اخذت نفس اكبر كل ما كلامك كان اكثر وكان واضح. دي تدريبات اللي اخذوها الشباب دي، انه المخارج تكون صحيحه والصوت يكون قوي وقدره على التنفس عاليه جدا جدا. بالاضافه لانه ربنا ادام القدره على الغناء والتطريب. انا اذكرهم زي كانه اليوم يعني، وهم طلبه يعني صغار في الكليه. انا اذكرهم جيدا طبعا، زي ما ممكن تنسى وصفه يعني، هم الحاجات دي بينوا فيها مما كانوا طلبه يعني بصمه التميز. انت انا ما انسى كله جلود. انا قاعد بعلم من فوق كده، انا في البلكونه في الكليه، وهو تحت الكليه ما كان فيها ولا شجره. نحن جينا الكليه دي جابوها هنا في المحل، ما كان فيها ولا شجره. خدت لي خرطوش طويل كده وبيزرع في الشجر. يا سلام. شجره صغيره قدر القزازه دي، بيزرع فيها، والخرطوش ماشي معه بيزرع فيها. الان لو زرت الكليه شجر كبير واخضر كبير مفرع. يا سلام. ظلال يعني. يا سلام. ده عمل جميل جدا. نعم. ونحن حنشوفه زرع شنو اليوم داخل هذا المطبخ، لكن نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. يعني الان دكتور فيصل ذكر انه كنتوا طلبه متميزين، وايضا الاداء الدرامي بتاعكم طبعا متميز، وصل بكم لمرحله النجوميه، لذلك انتوا الان داخل هذا المطبخ. الدراما دائما اخلاص بتشير لانه انتاج الغزير في رمضان فقط، ليه؟ وين المشكله؟ والله هذه مشكله بتاعت منتجين يعني، نحن ممثلين، لكن ما في مثلا راس مال جادي يقوم يستثمر في مجال الفن. والله العظيم يتكلم يا ابو الكبده من الضواقه تواقه، نحن البندوق قالوا والله عشان هدي كلها حلوه، هدي كلها مسمي لي ناقص. والله كملت اغشيهم بالكلام. والله هذه يا دوب هذه بس هذه خذ شيل الصحن تيمون. يعني مشاهدينا زاكية جدا في الاستوديو وشهية في نفس الوقت، عشان كده لجنة التحكيم محتجة انهم طبخوا واكلوا. فانا يا وردة حسألك، الشباب ديل وصلوا وين؟ حاميني قلبك في لانا براي. وقفت عليك اسأل وما وقفت؟ الحمد لله. خلاص انت وصلت مرحلة التقديم، واثق من نفسك يا صالحين. الحمد لله انت الفائز الاول. عن اللجنة الضميرة. لا بعدين شكلك ما عندك منافس يا صالحين، لانه جلوه كمل صحنه. طيب جلود وصلت وين؟ انا هذا. يا سلام شكلها شهي على فكره. كشري يعني، انا ما اعرف حتكون زاكيه ولا لا، لكن شكلها شهي. مش شاي كشري حقتها دي كبده يعني، دي كبده كشري. شفت كيف الخضار مع الكبده يعني؟ انا عملت كل الخضار جوه هنا. ده خضار، دي كبده بالخضار ولا خضار بالكبده؟ كبده بالخضار، خضار بالكبده، لكن الخضار مهم جدا. الطعم وين يتغير؟ الطعم ما في الكبدة، الطعم في الخضار ده، لكن الفرق في الريحة. أيوة في فرق في الريحة. في فرق في الريحة. أنت الآن جاهز؟ أنا جاهز. يعني واثق من نفسك؟ مية مية. كأنما أنت على خشبة المسرح. نعم. وصلنا وين؟ في مرحلة التذوق. الكبدة يعني كبده بالرمل ولا كبده؟ ايوه كبده بالرمل، جميله جدا. والكبده غذاء جميل، اصبحت يعني صعبه الحصول عليها هذه الايام. القطع ب1500. على اي حال ربنا يسهل علينا امره ان شاء الله يعني. والطبيخ برضه ما صعب، لكن بيحتاج الى مهاره، والاثنين توفرت فيهم هذه الحكايه، الاثنين في مهاره كبيره جدا في اعداد، لكن لابد ان يكون في فريق في الريحه، لازم يكون فريق. عبد السلام بس كاغرو وزيمو طبعا، هم الاغلبيه هم اثنين، وانا كنت مع صالحين لانه صالحين قدمها سخنه وزينه بس هنا الطعم كانت. طيب قلنا بس كاغرو مش كده. و
يعني بالذات مجهود كبير شاق وبعدين مهنيه عاليه جدا في التقطيع وفي الترتيب وكذا الاثنين كويسين، لكن لابد من انه زول يكون فرق سنه من زول عليه. لذلك ترى اللجنه من على يميني وعلى يساري ترى لينا انه الطعم الاجمل والذوق الجميل والافخم كان من الفنان الممثل الجميل صاحب الصوت الجميل المغني الفريد عبد السلام جلوت. اشكرك يا يا سلام يا سلام، مبروك مبروك وهارد لك محمد. في ثالثة في ثالثة احنا عندنا في القبيلة الله نزلت انا سعيدة بكم جدا، سعيدة بوجودكم معنا، انكم تخوضوا التجربة دي داخل مطبخ نص ضربة مع جدي، والهدف هو يعني تقصير المسافة والمساحة ما بين الرجل والمطبخ في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا وصلنا إلى مشارف هذه الحلقة أو ختام هذه الحلقة، انتظرونا غدا على نفس الزمان نفس المكان، لكن أترككم الآن مع لحن الختام. إزيك كيف إنك ليس ما شفتك إزيك يا بخيتة الحمد لله السعيدة يا مرتاحة وسعيدة تاكلي بيتزا وسباجيتي تاكلي بيتزا وسباجيتي عينيك حديدة الليلة بتحلي بالمديدة والمصيبة توبر ماكي يم بخيتها بخيتها بطقطقة بعوقة بفرتقة هاي زيك كيف إنك أنا ليس مما شفتك إزيك كيف إنك